كان للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة الحديدة دورا في إثراء الحركة الفنية التهامية والارتقاء بالذائقة التراثية في الفلكلور التهامي والغناء والإنشاد التهامي من خلال حضوره الكبير في مختلف مشاهد العمل المسرحي والفني. طبعا بداية نهنئ التجمع اليمني للإصلاح في عيده 34 لذكرى التأسيس، أو ما قدمه التجمع اليمني للإصلاح في الجانب الفني والحفاظ على التراث التهامي. قدم الإصلاح مجموعة من الأعمال الجميلة التي انتشرت عن طريق السوشيال ميديا، كان لهم مشاركة في الاحتفالات، في احتفالات ذكرى التأسيس أنتجوا أوبريتات وأعمال خاصة بهم. هم الآن في صدد افتتاح استوديو خاص الإنتاج وإبراز الأعمال الوطنية واليمنية. مثقف الإصلاح ورموزه الفنية والإبداعية كان لهم قصب السبق في الدعوة لحماية التراث التهامي الفني من النهب والتهميش. أولا نهني التجمع اليمني للإصلاح بمناسبة الذكرى 34 لتأسيسه. طبعا المجال الفني أو المجال الثقافي للتجمع اليمني للإصلاح ساهم بشكل كبير في الأغنية اليمنية، الأنشودة اليمنية، التراث، المسرح إلى غيره. أسهم مبدع الإصلاح وكوادره المثقفة ورموزه الشبابية والإبداعية في إثراء المشهد الفني والثقافي التهامي. ولد الإصلاح من أشواق وأوجاع الشعب اليمني، فسجل حضورا في مختلف جوانبه الحياتية الثقافية والفنية. ازدهرت الحركة الفنية وأتلقت رموزه الإبداعية، وكانت فاعليتها تتمثل في كونها صارت في صدارة الألق الفني التهامي، فسجلت حضورا إبداعيا يستعصي على الغياب. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة. إن التجمع روح قد سرت وهو